حماية الناس، مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. يزور اليوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عاصمة جنوب السودان جوبا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، ومن المقرر أن يلتقي حمدوك خلال زيارته التي تستمر يومين رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت، إضافة إلى قيادات من حركات التمرد السودانية الموجودة في جوبا. وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا على إعلان مبادئ لحل القضايا الخلافية، ويتضمن إعلان المبادئ وقف إطلاق النار بين الجانبين وفتح ممرات إنسانية ومساعدة المتضررين، فضلا عن إطلاق سراح المعتقلين والأسرى.